أهلا وسهلا ومرحبا مشاهدي الفضائية الآرامية، وأطلالة جديدة من برنامجكم أضواء على العراق. هذا اليوم الأربعاء 23 من شهر تشرين الثاني 2016، برنامج مباشر مشاهدينا الكرام، وقد أحضرت لكم ضيفان سيكونان في نهاية هذا البرنامج. الضيف الثاني سيكون الصحفي والأستاذ الكاتب ياسر السالم، لنتحدث حول موضوعة إقرار الموازنات السابقة. أما ضيفي الأول فسيكون الكاتب الرياضي الأستاذ عبد الرحمن فليف العبود، ليتحدث حول موضوعة تخص الرياضيين المتقاعدين وبالذات المرضى أو المتوفين. أما الجزء الأول فسأتحدث به عن المشهد العراقي، لكن في البداية أود أن أتقدم بالتهاني إلى الشعب الأمريكي وإلى كل الجاليات التي تعيش في هذا البلد المعطاء في الولايات المتحدة الأمريكية لمناسبة الاحتفال الكبير الذي سيجري غدا بمناسبة عيد الشكر Thanksgiving. هذه المناسبة الطيبة اللي هي لتقديم الشكر والعطاء، وأيضا هي واحدة من أكبر المناسبات اللي موجودة في أمريكا، لما تجتمع بها العوائل وتلتقي حتى تعزز محبتها وتعزز كل هاي العلاقات الطيبة. بنفس الوقت تنطلق كثير من البرامج ابتداء من Thanksgiving إلى الكريسماس في قضية مساعدة الفقراء، مساعدة المعوزين، مساعدة الأطفال، يعني كثير من الأمور اللي الإنسان يبدأ يرجع إلى آدميته ويرجع إلى إنسانيته في مرحلة ربما مو كل الناس تعيش حالة رخاء اقتصادي، لكن هي فرصة لأن الإنسان ينظر إلى الإنسان الآخر من زاوية أو من منظار إنساني. عنوان هذه الحلقة أو هذا الجزء لهذا اليوم اختاريته هو: هل حان موعد إعلان الوحدة بين طهران وبغداد؟ هناك بعض الأخبار التي تأتي من هنا وهناك، لم أعمل شيئا سوى جمعتها حتى أضعها في قالب واحد، بأمل أن يكون أكو عندنا فد تصور أو فد وعي لما يجري طبخة في مطابخ الساسة العراقيين والساسة الإيرانيين. تعزيز العلاقة مع دول الجوار ليس عيب، تعزيز التعاون ليس عيب. الشعب الإيراني والشعب العراقي شعوب وجدت قبل كل هاي الحركات والأحزاب والديانات، لهم آلاف السنين، هم متجاورين، هم متحابين، متزاوجين، تبادل اقتصادي أشكال. طبعا كان أكو هناك حروب اللي يقودها هم الدول، يعني قادة الدول وليس الشعوب، دائما كانت هي الضحية. إلا أن الملفت بالنظر مشاهدين الكرام، منذ التغيير الذي جرى في عام 2003 وصعود تيارات الأحزاب الإسلام السياسي وبالذات الشيعي منها إلى سدة الحكم والتحكم بالقرار السياسي، كان أكو هناك تغير كبير نحو إيران قياسا نحو تركيا، الكويت، السعودية أو الأردن. هاي الدول وسوريا أيضا، هاي الدول يعني اختلفت طبيعة السياسة العراقية معاها، لكن مع إيران كانت دائما كما يقولون دهن ودبس. ما الذي استفاد العراق من هذه العلاقة؟ هناك دائما حديث يدلو به الكثير من العراقيين كيف تراجعت الصناعات الوطنية العراقية، كيف أغلقت الكثير من المعامل، كيف أصبح كل شيء في العراق مستورد.
ومن هي الدولتان أو أقرب الدولتان لهذا الأمر اللي ترسون هذا الفراغ؟ كانت بالحقيقة إيران وتركيا، تأتي بالمرحلة الثانية سوريا والأردن، وسوريا لها 5 سنوات عايشة في مصيبتها. قضية الاستيراد، قضية التصدير، السفر، الروحة الجاية، كل هاي الأمور، هذا جانب. الجانب الآخر هو الجانب السياسي وتأثير السياسة الإيرانية على السياسيين العراقيين. لم نستمع إلى، طبعا بالمناسبة لما نتحدث عن قضية الاقتصاد، إيران بلشت بالسنين الأولى يعني 2003 و2004 لما كانوا الأمريكان بعدهم موجودين، كان أكو هناك تبادل تجاري رسمي، مو التهريب الرسمي، كان يبلغ 3 أو 4 مليار دولار، بلش يصعد. قيل بأن السنة الماضية أو هذه السنة سيصل إلى 20 مليار دولار تبادل تجاري. 20 مليار دولار مشاهدينا الكرام، للي عنده دراية بسيطة بالاقتصاد، هل ما يأتي للعراق من إيران هو مواد إنتاجية أم هو مواد استهلاكية؟ إذا كانت مواد استهلاكية هاي كارثة. الصينيين عندهم مثل يقول: لا تعطيني سمكة، علمني كيف أصطاد السمك. كثير من محافظات الجنوب الآن تئن، لأن أكو آلاف العمال اللي كانوا يشتغلون بمؤسسات وبمعامل قعدوا، لأن المنافسة من المنتوج الإيراني كانت منافسة كلش كبيرة، الجودة وغير الجودة. أضيف إلها الجانب الروحاني أيضا، لأن لما تحكي ويا قسم من الإخوان، أنا يحكي لي أحد الأشخاص من الناصرية يقول: قبل كنا نروح للسوق نشتري جيمر، يعني من الجيمر اللي كانوا المتعارف عليه، يقول: الآن أكو محاربة لهذول اللي يبيعون جيمر. يقول: أنا ما أريد هذا الجيمر لأنه ما أدري، يمكن هذا يكون ملوث، يمكن يكون أكو بميكروبات، يمكن يكون، أنا أفضل الجيمر المصنوع بالجمهورية الإسلامية. بالجمهورية الإسلامية، شوفوا، وكأنه اللي عملوا الجيمر أبناء الجنوب هذول مو إسلام، بس عبرة الحدود إسلام، مو إرادة. القضية الأخطر مشاهدينا الكرام هي قضية الموقف السياسي. الموقف السياسي للساسة العراقيين، أنا لم أسمع تضامن إيراني أو موقف يرفع من شأن العراق من قبل القادة الإيرانيين. كل اللي نسمعه أنه إحنا عندنا نفوذ الآن في هاي الدول، إحنا ما عندنا مانع، هذا إحنا اللي حمينا فلان، إحنا، وكلها محض ادعاءات وكذب، لأن اللي أسس الميليشيات واللي حمى العصابات على حساب استقلالية الدولة العراقية هي إيران مو غيرها. أكثر من 65 ميليشيا موجودة اليوم عندنا، هذا مال طرف واحد، 3/4 مدعومة من إيران، مسلحة من إيران ومدربة في إيران. قضية نوري المالكي لما يطلع في مؤتمر عقد في النجف برعاية بمشاركة إيرانية رفيعة المستوى، يقول: قادمون يا نينوى، قادمون يا حلب، قادمون يا يمن. بيا مناسبة قادمون يا حلب وقادمون يا يمن؟ شنو هي المناسبة؟ شعدنا احنا مضيعين بحلب وشعدنا مضيعين باليمن؟ إيران تدور على نفوذ، انتو روحوا احموا عراقكم، روحوا طلعوا داعش، روحوا رجعوا اليزيديات والمسيحيات، روحوا رجعوا الأسرى، روحوا دوروا بالمجرم اللي تسبب بجريمة سبايكر ودخول داعش إلى العراق. قادمون يا يمن، يا حيف.
في الفترة الأخيرة بالحقيقة، وهذا يمكن تحدثنا عنه أكثر من مرة، سليماني يأتي إلى العراق وكأنه ذاهب إلى سلمان باك أو إلى ذاهب إلى مدينة الألعاب. يومية تشوفه بمكان محاط من قبل هؤلاء. أنا سليماني شخص بالمناسبة مطلوب للولايات المتحدة الأمريكية باعتباره مجرم، مجرم، لأنه يقود عصابات إجرامية تقوم بجرائمها حول العالم وداخل العراق. وأتمنى على ذاكرتكم بعد 2003 كان أكو هناك حملة ظالمة لاغتيال الضباط والطيارين، اتهموا بها إسرائيل، لأنه كل السهل على هؤلاء الأوغاد أن يتهمون إسرائيل اللي كان وراها إيران وكانت دا تنتقم للحرب العراقية الإيرانية. سليماني يطلع وزير خارجيتنا المحترم إبراهيم الشيقر يقول سليماني موظف استشاري لدى الحكومة العراقية. هو من هو الموظف عند منو؟ الآن مشاهدينا الكرام، كان أكو بعض الظواهر يعني أكو ناس تتقبلها على نفسها وأكو ناس تتقزز منها. يقوم بعض السياسيين أو المسؤولين في المحافظات وبالذات في البصرة والنجف وكربلاء بتعليق صور خامنئي والخميني، وأخيرا جرى تسمية أحد الشوارع في محافظة النجف على طريق المطار، سموه شارع الخميني. ما أدري إذا الخميني هو اللي مشتغل بهذا الشارع، لو هو اللي متبرع حتى يسووه، لو حاط طابوقة، لو حاط حجر الأساس. روحوا سموه بأسماء عراقيكم، سموه بأسماء المهندسين، سموه بأسماء العمال اللي بنوه. شو نسوي لكم الخميني؟ كافي انتو عندكم قناعة بي وعندكم كذا، وهذا فشي تابع لكم. أما تسمية الشوارع يعني هي هم أكو زمان، مو لما صارت الانتفاضة مع 91، الصور مع صدام حسين تذكرون الصار بيها. ليش؟ ليش الإساءة إلى هؤلاء الرموز؟ بقوها محترمة، لا تنزلون من قيمتكم ومن قيمتها. هذا إذا كان أكو عندكم قيمة. قيل بالأخبار بأن أكو هناك ما لا يقل عن 5 ملايين زائر إيراني سيتوجه إلى العراق، وبعض الإخوان التقطوا صور لسيارات شرطة النجدة تجوب في الكوت. سيارات شرطة نجدة إيرانية بالمناسبة، عليها علامة إيرانية. الشيء الآخر، جرى توزيع 3000 بوستر في الشوارع العامة في محافظتي النجف وكربلاء. تحمل هذه البوسترات صور لشهداء إيران في سوريا، اللي هم إيران تقول هؤلاء هم راحوا للدفاع عن المقدسات في سوريا. ليش مثلا بهاي الشوارع؟ سؤال آخر، مثلا إيران عندها شوارع عندها شهداء في سوريا وللدفاع عن المقدسات، ومن حقها هي أن تكبر بهؤلاء الشهداء. هذا مسألة إيرانية صرفة. الشهداء مالتنا اللي دي حاربون داعش، هل فكروا القادة السياسيين أن يسوي لهم بوسترات ويحطوها بالشوارع الإيرانية مثلا؟ شهداءهم غير شكل من شهدائنا، دماءهم غير شكل من دماءنا. حتى التشريعات مشاهدينا الكرام، مو لأنه العراق ما عنده خبرة ولا العراق ناقص
خبرة بالقانون وبالتشريعات وبكل هاي الأمور، لكن فرض الحجاب، فصل الجنسين، كلها هاي لما تسأل أبسط عراقي يقول لك هذول دي يقلدون إيران. طيب إذا دي يقلدون إيران، وأتمنى مرة أخرى أيضا أن تذكرون بأنه إيران كان عليها عقوبات اقتصادية كبيرة، لكن إيران قدرت أن تنفذ بجلدها من هاي العقوبات. من الذي دفع الثمن؟ أنا متأكد يمكن ننتظر إلى أن يجري الإطاحة بهؤلاء حتى تنكشف كل الحقائق والوقائع. بلايين الدولارات التي اختفت من الميزانيات العراقية السابقة، الكثير يعلمون أين ذهبت. مشاهدينا الكرام، أكو قضية أتمنى أن ما تخفي عليكم. أنت لما تحكي عن بلايين الدولارات، هاي مو كيس مال شوكليت واختفى وضاع. أولا، حركة الأموال، هناك مصارف وبنوك دولية تتحكم بها، وبالذات أمريكا تعلم أين تذهب هذه الأموال. لكن عملية التهريب عبر الحدود، لا أمريكا ولا اللي خلق أمريكا يقدر يعرف هاي الأموال وين صفت. لما يقولون أكو 6 مليار دولار اختفت في لبنان، ما لا يقل عن 120 مليار دولار لا يعلمون، هاي مال المتبقي من الميزانيات السابقة، لا يوجد لها أي أثر. طيب وين راحت؟ لأنه حتى هؤلاء الحكام لو رادوا يأخذون هاي الأموال ويروحون، وين يحطوها؟ ما يقدرون يضموها بجنط، ما أكو عقل، ما يقدرون. بعدين لازم يحطوها بمصرف. المصارف الإيرانية لو راحت للمصارف الإيرانية، هي المصارف التي يعني اقتصاديا تعتبر خارج نطاق سيطرة المصارف الدولية، ولا يمكن لأمريكا أن تعلم أو تعرف ماذا يجري في المصارف الإيرانية. ما الذي تبقى مشاهدين الكرام؟ أنا أتخيل عنكبوت وكو قدامه بعوضة أو ذبابة صغيرة، وهذا العنكبوت ديلف وديلف وديلف وديمص، ما ندري شلون رح ينترك هذا الوطن، ومتى ينترك، وما هي مصلحة العراق والعراقيين من هذا الحلف ومن هذا التعاون وهذا التنسيق مع إيران. احنا شفناها للي يتذكر بأيام عبد السلام عارف، لما كانوا دهن دبس ويا عبد الناصر، وشقد أمور من العراق راحت لمصر. وشفناها بأيام صدام حسين لما كان العربي يعامل 10 مرات أحسن وأفضل من العراقي، تذكروها. العراقي لما كان يسافر كان له حق يصرف 100 دولار أو 150 دينار إلى دولار. العمال المصريين كان لهم حق أن يحولون كل رواتبهم إلى الدولار، وكانوا يدزون مصر. الأمر الثاني مشاهدينا الكرام هو أمر يتعلق بصورة من صور الفساد الإداري. هناك خبر يقول بأن أحد الأشخاص موجود، أكو كتاب التعيين، هذا عين في وزارة الهجرة والمهجرين برتبة مساعد قانوني، هو خريج الإدارة والاقتصاد من الدرجة السابعة، وعين يعني على يسموه مرحلة التجربة لمدة سنة. يقول الخبر المدعم بالوثائق يقول أنه في غضون 6 أسابيع فقط لا غير، جرى ترفيع موظف حكومي معين للتو على سبيل التجربة لمدة سنة من مستوى الدرجة السابعة ذات الراتب المتواضع إلى مستوى وكيل وزارة براتب مضاعف نحو 10 مرات.
ففي 6/7/2016 تطلب إحدى الوزارات من مكتب رئيس الوزراء الموافقة على تعيين شخص موظفا فيها ضمن الدرجة السابعة بعنوان معاون قانوني استثناء من القرار رقم 1 لسنة 16، وهذا القرار يلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظة والمحافظات كافة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المتوفرة لديها أو التي ستتوفر لديها فصليا ضمن حركة الملاك في الموقع الإلكتروني العائد إليها ووسائل الإعلام المعتمدة، والاستفادة من قواعد البيانات وإجراءات تسجيل العاطلين عن العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقاعدة بيانات خريجي الدراسات العليا في كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يقول في اليوم نفسه تحصل موافقة رئيس الوزراء، يعني اليوم اللي طلبت وزارة الهجرة والمهجرين من السيد رئيس الوزراء في نفس اليوم تحصل موافقة رئيس الوزراء على طلب التعيين. فيطلع البيان يقول بحسب الاستحقاق استثناء من القرار رقم 1، وفي اليوم التالي يصدر مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة أمرا إداريا بتعيين الشخص بعنوان وظيفي معاون قانوني براتب مقداره 296 ألف دينار على سبيل التجربة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ المباشرة. بعد 4 أيام فقط يصدر الوزير أمرا وزاريا يستند إلى توجيه السيد رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المبلغ إلينا برسالة نصية تقرر تكليف السيد المعاون إياه بمهام وكيل الوزارة وكالة. وفي 9/1/2016 يصدر أمر وزاري بمنح الوكيل بالوكالة راتب الوكيل الأصيل ومقداره 2,413,000 دينار، وبالطبع فإن هذا هو الراتب الإسمي الذي تلحق به مخصصات ربما يزيد مقدارها على مقدار الراتب الإسمي. تسألون مشاهدين الكرام شنية الكفاءات العراقية العظيمة وشنية القدرات؟ هي الغاية كانت إدخاله، بس أنت دخله بالسيستم بعدين وراها تجي الترفيعات وتجي القرارات. بس هذا الرجال ما تطلب كل شهواية، من موظف درجة سابعة إلى وكيل وزارة. ش عندك اليوم أنت بالوزارة العراقية وبالدوائر؟ حدث ولا حرج، لأن إحنا كان عندنا بياع ثلج صار وزير داخلية وصار نائب رئيس الجمهورية، مو تذكروها لو نسيتوا؟ ونوري المالكي رئيس وزراء لدورتين، عنده بكالوريوس باللغة العربية وعنده ماجستير بالفقه. هاي الكفاءات العظيمة اللي يدير هذا الوطن. يعني هي فقط متروكة لكم مشاهدين الكرام حتى تعرفون كيف يستفادون من الكفاءات وين تروح أموال العراق والعراقيين. مو ضروري الواحد يعرف لو ماشية الدنيا وكل شيء تمام وحسب الأصول وألف الحمد لله والشكر، والناس يومية يقولون فك الحزام فك الحزام والرغيف كبير والباصات فاضية أكو عندي صورة مشاهدين الكرام لطفلين الظاهر كانوا يعني الصورة هي اللي تحكي عن نفسها أكثر مما أنا أعلق عليها. صغرها بعد عزيزي المخرج إذا ممكن. هاي هي الصورة مشاهدين الكرام، طفلين يتعاونون حتى يشوفوا يبحثون عن كنوز الملك سليمان. هذا حال العراق العظيم مشاهدينا الكرام. هذول طفلين، طبعا يمكن الواحد يقول اكو مجاعة واكو اشكال منهم بالهند وبالصين وبامريكا اكو وكل دول العالم موجودين حتى على المريخ موجودين، بس ليش هذا الشيء يصير بالعراق؟ هل فعلا العراق بلد فقير ام بلد منهوب؟ وهاي نتائج النهب والسلب. وهسه اعطيتكم مثال صغير، موظف هم يقولون خريج عنده شهاده بالقانون والسياسه،
وربك يعرف إذا هاي الشهادة هم سالق ليها سلك بن سوق مريدي وجابيه حتى عينوه، لأنه الإرادة اللي توصل هذا الشخص خلال 6 أسابيع أو خلال 2 3 شهور من درجة 7 إلى وكيل وزير، هاي الإرادة تقدر تطلع له شهادة بالمناسبة، تقدر ورقة هي صورة وعليها طمغات، شنو يعني شنو المشكلة اللي موجودة عندنا بالعراق؟ لكن يبقى هناك أمل مشاهدين الكرام، الأمل هم بالأطفال، الأمل هو بالشباب اللي ينطلق كل يوم جمعة مطالبا بمحاسبة السراق وتقديمهم للعدالة والقضاء، مطالبا بالدولة المدنية وتفعيل القانون، ومطالبا بتغيير القضاء العراقي الفاسد، القضاء المرتشي والقضاء المتحالف مع السراق ومع معرضي سياسة البلد وسيادته إلى الانتهاك كل يوم. هذا القضاء لو عندهم غيرة غيرة ويشوفون هاي المشاهد لكان استحوا، كان كل واحد شال منه هذا وقعد قال أنا ما أتحمل بعد هذا الوضع لأنه خارج عن إرادتي. لكن يراد لك رجل شريف وإنسان شريف حتى يقدر يتخذ هذا القرار، أما اللي حطهن على صفحة لا تتوقع منه الكثير. مشاهدين الكرام، أرجو أن تبقوا معي، بعد قليل سأنتقل إلى جمهورية جورجيا وضيفي القادم الأستاذ عبد الرحمن فليفل عبود. كن معنا رجاء. أهلا وسهلا مشاهدين الكرام، ومرحبا بمن انضم لمشاهدة أضواء على العراق هذا اليوم الأربعاء 23 من تشرين الثاني. طبعا الدنيا صبح هسه بالعراق، اليوم خميس والدنيا صبح أيضا في جمهورية جورجيا. أيضا لما نتحدث مشاهدين الكرام عن الرياضيين والرياضة العراقية التي ابتدأت ربما رسميا منذ الأربعينيات أو أواخر الثلاثينيات واستمرت توسعت وانطلقت لتشمل كل المجالات الرياضية حتى تكون منافسة بالعالم وحتى أيضا ترفع اسم الوطن وأيضا تستغل وتستثمر طاقات وحماس الشباب والشابات وغيرها. فهناك جيل هائل كبير كان منغمر في الرياضة العراقية، هذا الجيل إن كان على شكل رياضيين، على شكل مدربين، على شكل صحفيين، حتى على شكل فنيين وإداريين، تحكي على قطاع كبير. تعرض هذا القطاع إلى كثير من الغبن، يعني الآن نحاول أن نسلط الضوء مع أحد الصحفيين المهتم بالشأن الرياضي العراقي الإعلامي الأستاذ عبد الرحمن فليفل عبود، استضيفه من جمهورية جورجيا. صباح الخير عليك عزيزي عبد الرحمن. يا مرحبا، صباح الأنوار. شكرا جزيلا عليك وعلى جميع المتابعين. شكرا. هسه عندك بالسبعة ونص الصبح حتى. نعم نعم نعم. شكرا لك عزيزي عبد الرحمن، وخلينا ندخل بصلب الموضوع. استحقاقات الرياضيين القدامى، الأحياء منهم والمتوفاين، واجب وليس منة من أحد. كيف تنظر أنت إلى قانون تقاعد الرياضيين؟ وكيف تشوف هل بإنصاف أم هناك قصور؟ تفضل. يا مرحبا، أنا سعيد جدا بالإطلال عبر منبركم العزيز والحر بالإدلاء بدلوي مثل ما يقال.
حقيقة بعد التغيير في عام 2003 برزت الساحة العراقية تجربة منظمات المجتمع المدني، وكان للقطاع الرياضي السبق في هذه التجربة. أسست عدة منظمات في هذا الخصوص، منها رادبة رواد كرة القدم، وترأسها آنذاك الراحل الملك عبد كاظم نجم الكرة العراقية المعروف. ثم تبعتها عدة منظمات، رابطة رواد كرة السلة بمساعدة الدكتور باسل عبد المهدي، ورابطة رواد المصارعة والملاكمة وأمور أخرى. أسست هذه الروابط لأجل رفع الحيف والغبن الذي أصاب الرياضيين الرواد والأبطال في العراق نتيجة إهمال الحكومات المتعاقبة التي مرت على البلد. حقيقة يحز في النفس أن ترى عملاق الكرة العراقية جبار رشق يعمل قاطع للتذاكر في نادي العلوية، أو حامي هدف المنتخبات الوطنية والعسكرية الراحل عبد الرزاق بخيل حيث لقى حتفه في حادث دهس في إحدى ساحات وقوف السيارات التي كان يعمل فيها، كذلك الكابتن جورجيس إسماعيل يعمل قاطع للتذاكر في ملعب الشعب، ذلك المعلم الذي كانت الجماهير تقف له هاتفة شاكرة، كذلك وضع الكابتن حامد فوزي الراحل الذي عمل تشايتشي نقولها بالعامي تشايتشي في أحد مؤسسات الرياضة العراقية، ذلك الشاب الوسيم والفتى الذي قدم وضحى في أجمل أيام عمره لأجل كرة القدم العراقية. كل تلك الصور المأساوية كانت حاضرة أمام النبلاء والشرفاء من الرياضيين العراقيين والمعنيين من الصحفيين والمتابعين للشأن لأجل رفع الحيف والغبن عن هذه الشريحة. فكانت هناك عدة أفكار، منها هو سن قانون لحماية ما تبقى من أعمار هؤلاء اللاعبين وهؤلاء الرواد والأبطال والرياضيين، يسمى بقانون رواد الرياضة العراقية الأبطال. يعني من المخجل والمعيب أن يكون هؤلاء الأبطال في ميزان المتاجرة، لا سيما بعد عام 2003 كنا نشاهد صور مؤلمة خاصة في أيام الانتخابات، البعض من سياسي الصدفة وسياسي الوقت الأغبر كان يتاجر بهموم هؤلاء اللاعبين ويستعرض أمامهم بمنة لأجل شيء بخس أمام أسماء ولافتات كبيرة حتى يكونون جسرا له في الانتخابات أمام الجمهور أو أمام الرأي العام. لذلك بدأت هذه المنظمات، أي منظمات المجتمع المدني الرياضية، تطالب وتضغط بقوة لأجل إصدار هذا القانون يحمي كرامة الرياضيين وحفظ ما وجههم، لأن ليس من المعقول أن يقف هؤلاء الأبطال على عتابات المسؤولين الذين لا يعرفون من فلان ومن فلان ومن فلان ومن فلان. لذلك من خلال الندوات والاستذكارات التي كانت تقام في هذه الفترة من خلال منظمات المجتمع المدني ومنها ملتقى عبد كاظم الرياضي ورابطة رواد كرة القدم التي أسسها الراحل الكابتن عبد كاظم، أقمنا عدة مناسبات واستفسارات وحج للرأي العام لأجل استصدار قانون يحمي كرامة هؤلاء وينتشرهم من شرف العين والعازز والفقر وتسلط جيوش الأمراض عليهم.
فصدر قانون رقم 6 عام 2013، وهو قانون رواد الرياضة والأبطال. لكن للأسف مع هذا نحن في حينها فرحنا لأن شيء أفضل من لا شيء، أسسنا لقانون، لكن للأسف بعد مخاض عصير ولد هذا القانون مولوليا. القانون يكون يتكون من عدة فقرات ويشمل الرياضيين الرواد لمن هم أعمار 50 عام فما فوق. 50 عام فما فوق كان لدينا اعتراض عليها، لأننا نعرف أن معدل أعمار المواطن في العراق من 50 إلى 60، 65، هو يواجه مصير المحتوم في ظل الأزمات ومخاضات البلد. كنا نطالب أن يكون القانون إلى سن 40. القانون يشمل الرياضيين الأبطال الذين حققوا إنجازات عالمية أوروبية قارية آسيوية، مع أننا لدينا اعتراض على غطاء هذا القانون، حيث أنه حدد الراتب الشهري ب 750,000 للإنجاز العالمي والأولمبي و 400,000 للإنجاز الإقليمي، وحسب التصنيف حسب الحصول على المراتب الأولى أو الثانية أو الثالثة. هكذا كان صورة القانون. نحن كان لنا أملا أن يكون القانون يشمل غطاء أوسع، لأنه للأسف الشديد صدر هذا القانون وتشريعاته بدحاليز وظلمات لم يطلع عليه الناس المعنيين بهذا الشأن، حيث أننا نعرف أن الوضع في العراق وفي المؤسسات الحكومية كل الناس القارئين والبعيدين عن العمل وحيثياتهم الذين يقودون أو يقبضون على مقود الحركات الحياتية، حركات القطاع الحياتية في كل العراق. مع هذا تفاءلنا خيرا، القانون يشمل الرياضيين الرواد من الذين يبلغون سن 50 سنة فما فوق ويحصلون على مبالغ ما بين 600,000 750,000 إلى 400,000، وهذا الشيء غير مجزي. للأسف القانون ولد بعد مخاض عسير وكان الوليد منغوليا. طيب عزيزي عبد الرحمن، دعني أستوقفك قليلا في حيثيات هذا القانون. هل يشمل قضية منح أراضي لهم، يعني حتى على الأقل الواحد تكون عنده وصلت قاع يقدر يبني له بيت إله لعائلته لأولاده لأحفاده، وهل هناك تغطية صحية لهؤلاء الرياضيين؟ أنا أتفق وياك بالحقيقة، مرحلة العطاء بالنسبة للرياضي هي مو 50 وفوق. الرياضي إذا يبدأ بعمر الشباب أو أقل من الشباب، يعني 15-16 سنة، لما يوصل إلى 30 هذا الرياضي خلص، يعني لو قدر أن يحافظ على صحته كلش ممتاز. أكو كثير منهم يتعرضون إلى الكسور، يتعرضون إلى حوادث تقعدهم مدى الحياة. زين أنت هذا بين 30 و35، لما يوصل للـ50 هذا يلحق يموت. تفضل. بالضبط. أنا في حديثي أعود وأقول لك القانون ولد بعد مخاض عسير وكان الوليد منغوليا، بالضبط مثل ما قلت لك. القانون حينما صدر كان يشمل غطاء البطاقة الصحية للرائد الرياضي وتخفيضات على تذاكر السفر على الخطوط الجوية العراقية، وكذلك منح قطعة أرض في مسقط الرأس لكل رائد رياضي أو بطل. لأنه للأسف كل هذه الفقرات وكل هذه الأغطية لم تر النور، فقط هو الراتب، الأمور المادية وبالتقطير، يعني في كل 3 أشهر أو 4 أشهر
تدفع لهم دفعة، وهذا الشيء مخجل ومخزي ومعيب بحق هؤلاء الناس. يعني الرياضي البطل كلنا نعرف، نحن أصحاب الشأن، السلام الجمهوري أو السلام الوطني لا يعزل في أي دولة من الدول إلا حين يكون هناك وفد رسمي رياسي وللرياضي فقط. هل من المعقول أن يكون هذا هو جزاء الرياضي الذي يرفع اسم البلد ويعزف له النشيد الوطني يكون بهذا الشكل؟ لحد الآن ولا زال البطاقة الصحية معطلة، قطع الأراضي السكنية معطلة، الكثير منهم وكأنها مثل ما تحدث أنت في بداية المقدمة وكأنها منه من فلان أو علان لهؤلاء الرياضيين. لا، هذا استحقاق. طيب أستاذ عبد الرحمن، خليني أسألك هسه، أنت حكيت عن الرياضيين اللي موجودين على قيد الحياة، ماذا عن الرياضيين اللي توفوا؟ وماذا عن شهداء الحركة الوطنية اللي قتلهم النظام؟ يعني أنا أجيب لك واحد من أبرز الأعلام، هو اللاعب الراحل بشار رشيد، واللي أنت بالمناسبة لقسم من الأخوة المشاهدين حضرتك قدمت كتاب رائع أضيف إلى المكتبة العراقية والمكتبة العربية عن سيرة هذا اللاعب والطريقة المهينة التي أعدم بها على يد جلاوزة النظام البعثي. ماذا عن المتوفين وماذا عن شهداء اللي كانوا ما كانوا بعثيين أو اللي صاروا ضحية؟ تفضل. أنا في بداية حديثي قلت لك وجهة نظري عن القانون. القانون فيه هنات كثيرة يعني وفيه نقاط ضعف. العفو، ما مشمولين يعني ما موجودين هذولا؟ هذولا نعم عندهم، يفترض نعم عندهم نعم عوائل، عندهم أولاد، يمكن عندهم أحفاد. بالضبط. أنا قلت لك القانون فيه الكثير من نقاط الهنات والضعف. القانون أحمل شرائح متعددة من القطاع الرياضي، يعني المتوفين وشهداء الرياضة العراقية. ليس من المعقول أن يغفل الشهيد بشار رشيد ويغفل الشهيد صبري كاظم والشهيد صلاح جبور والشهيد عماد خلاص والشهيد مفتن زاير، وكذلك المتوفين من أبطال الرياضة العراقية، منهم القامة الشامخة عمو بابا والملك الراحل عبد كاظم وسد العالي جمولي الذي كانت تقف له الجماهير هاتفة شاكرة عشرات المرات. كذلك هذا القانون أهمل المتوفين، مثل ما أقول لك ليس من المعقول أن يكون الكابتن الراحل ناطق هاشم وهو من الجيل الذهبي الذي حضر في المحفل الأممي في كأس العالم عام 1986 ضمن الفريق العراقي المشارك في المكسيك في بطولة كأس العالم، كذلك الراحل محمد نجيب كابان وأسماء والعشرات، القائمة طويلة. ما ذنب عوائله؟ ما ذنب أحفادهم؟ مثل ما ذكرت القانون يستثني هؤلاء، يعني غادروا الحياة ويغادروا الذاكرة ويغادروا الاستحقاق، هذا شيء غير منصف. طيب شديد. أكو مجموعة أخرى أستاذ عبد الرحمن، وأنت ربما قريب كثير من هؤلاء الناس لأنه ضمن اهتمامك الرياضي. كان أكو كثير من الرياضيين أو كثير من العاملين بالوسط الرياضي اللي مورس بحقهم التمييز لأنه ما كانوا بعثيين، فبالتالي خسروا وظيفتهم أو خسروا الوضع اللي هم كانوا به. ماذا عنهم؟ ألا يعتبرون مفصولين سياسيين ذولا؟ شنو وضعهم؟ بالضبط. هذا الشيء حدث في القطاع الرياضي مثل ما باقي القطاعات الحياتية. أنا يعني أتكلم، أنا حكم كرة قدم مثل ما تعرف، وكنت قريبا من هذا المجتمع. ليس من المعقول حميد موسى حكم اتحادي درجة أولى، حميد موسى كان محاضرا في اتحاد كرة القدم وتخرج
من معطفه عشرات الحكام الدوليين، كان محاضرا في الدورات التحكيمية للحكام المستجدين في العراق. إلا أن حميد موسى صدر حقه بهذه المهمة بالحصول على الشارة الدولية كونه من العناصر اليسارية التقدمية. وما أصاب حميد موسى أصاب بهلول حميد، وأصاب سلمان حافل، وأصاب عبد الرحمن فليفل. هذا القانون للأسف أهمل هذه الشريحة أصحاب الموقف أو الرأي السياسي من النظام السابق، لأننا نعرف أن المحسوبية والمنسوبية كانت حاضرة في ذلك الزمان مثل ما هي. يعني ما اعتبروها خدمة جهادية لو الجماعة مو من هالصنف. المعنيين واللي قابضين على المقود الان واصحاب القرار من 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 سياسيه الصدفه في جمهوريه الصدفه، انا احيانا اتكلم بهذا الامر، للاسف لا يقدرون ولا يعرفون ما قدمه هؤلاء الناس. كذلك في القطاع الرياضي هناك لاعبون ورياضيون ابطال لم تسنح لهم الفرصه ولم تعطى لهم الفرصه بسبب وجود راي مخالف للنظام انذاك، وهم أولى وأحق من الذين مثلوا المنتخبات وأخذوا فرصة غيرهم، بسبب محاباتهم وقربهم من فلان أو علان المسؤول الذي كان قريبا من الأنظار. زين، أكو بعد شريحة لأخ أستاذ عبد الرحمن، شريحة المعلقين والصحفيين، ويأتي على قمة هذه الشريحة الأستاذ الراحل مؤيد البدري. وين هذول يعني قضية الحقوق، قضية الاستحقاق، قضية التكريم؟ أكو عندهم يعني بقولهم فتخانة فتسطر بشعب القانون لو همت تركوهم ذولا؟ أنا تحدث لك وللمشاهدين وقلت أن القانون فيه الكثير من الإنهاكات ونقاط الضعف. الإعلاميين والرياضيين، قبل كل شيء أقول لك أن الأستاذ مؤيد البدري لا زال على قيد الحياة. العفو عزيزي في قطر. نعم. لا زال على قيد الحياة وفي قطر، لكن للأسف أنا وأنت تعرف أوضاعه الصحية الآن معدم. نعم، تقدم العمر وتسلط جيوش الأمراض عليه. كان من المفترض أن يكون في بغداد يحتفى به ويشكر على كل ما قدمه للرياضة العراقية ولكرة القدم، حاله حال شأن الآخرين الذين توفوا في الغربة بسبب هذه الأمور التي أبعدتهم عن أرض الوطن. يعني مؤيد البدري، الكابتن محمد العزاوي، جبار كامل، قامات وأسماء باسقة قدمت للرياضة العراقية. الإعلام الرياضي عندما يتحدث القائمين على الشأن الرياضي في العراق الآن يقولون الإعلام شريك في الإنجاز. طيب، الإعلام شريك في الإنجاز دعم الرياضي أو الإعلامي الصحفي هو الذي ينقل الخبر إلى المشاهد وإلى القارئ ويتحمل كل تبعات الظروف الجوية والمناخات والأمور الأخرى، له فضل كبير في ذلك. لذا كان يجب أن يستثنى من قانون نقابة الصحفيين فيما يخص الامتيازات، يكون شريكا للاعب أو للرائد أو للبطل في الإنجاز، لأنه هو الذي يقدمه، هو الذي يتابع مسيرته، هو الذي يقومه، هو الذي ينصحه، هو الذي ينتقده نقدا بناء، هو الذي يكون رديفا له وربيبا في حله وترحاله. وكان من المفترض أن يكون هذا. وكذلك الأكاديميين والرياضيين العاملين في الاتحادات والأندية الرياضية، هناك جنود خلف الكواليس، ليس فقط هو الإنجاز يتحقق للاعب جاهز فقط أنه نزل إلى الملعب أو الميدان، لا، هناك من يعد الأمور لهذا اللاعب، إداري، مدرب،
يعني ليس من المعقول أن يكون الرائد محمد نجيب كابان هذه القامة العملاقة في تاريخ الكرة العراقية والأندية بها، خارج وتوصيفات القانون كونه توفى. ناطق هاشم اللاعب العملاق الذي خدم العراق وكان ضد القائمة الذهبية مثل ما قلت لك التي حضرت في البحث الأممي في كأس العالم عام 1986. يعني القانون للأسف الشديد شرع من خلال ناس لا يفقهون ولا يعرفون كل حيثيات طيب القطاع الرياضي. خليني أسألك أستاذ عبد الرحمن، يعني المشهد كله مشهد مأساوي، يعني ليس فقط هذا القانون وإنما كل المشهد العراقي مشهد مأساوي. من أين نبدأ؟ ما الذي يفترض أن يكون؟ شنو هو نداءك أنت؟ شو تريد تقول؟ يعني إذا كان القانون أعرج بهاي الطريقة، يعني هل يمكن المطالبة بإصلاحها أم نقبل بالأمر الواقع أم نقول يا يعني شنو؟ إيش لازم يصير؟ تفضل عزيزي. إحنا رغم بعد عن أرض الوطن إلا أنني متواصل مع الكثير من الروابط والشخصيات المعنية والمتابعة لهذا الشأن. خلال الفترة الأخيرة شكلنا مجموعة من الأشخاص، الضم الكابتن مؤيد محمد صالح والأستاذ باسم جمال والأستاذ خالد توفيق لازم، وددنا ورقة عمل خاصة لأجل تعديل هذا القانون وشمول المتوفين والشهداء والصحفيين والأكاديميين والإداريين. مثل ما قلت القانون أعرج، نحن نتمنى أن يكون على السكة الصحيحة. ليس من المعقول أن يهمل هذه الشرائح الباقية وكأن القانون فقط هو مبلغ مالي لأجل ذر الرماد في العيون. نعم. وزارة الرياضة شنو موقفها؟ عندنا وزارة للرياضة للأسف. للأسف وزارة الشباب والرياضة مؤسسة حكومية حالها حال باقي المؤسسات على عكازتين. نعم نعم، حالها حال باقي المؤسسات على عكازتين. نحن مثل ما قلت شكلنا هذا التشكيلات لأجل إعادة النظر في القانون وتوسيع غطائه، وكذلك بجهود خيرة من الرياضيين اللي هم خارج العراق أمثال الكابتن هشام عطا عجاد والدكتور موفق المولى وأخوان آخرين قريبين منكم. نعم. في ديار الغربة لأجل تأسيس صندوق قريب إلى هذا القانون. ليس من المعقول أن يغادر علي حسين النجم العملاق الذي كان ملعب الشعب 60,000 متفرج يقفونه بالتصفيق هاتفين شاكرين له، يغادر بشكل مهين للحياة ولا يعالج، وكذلك حال اللاعب صلاح عبيد، وكذلك حال زهراوي جابر ومجبل فرطوس والعشرات الأبطال الرياضيين الذين يعانون من تسلط جيوش الأمراض والأمور المعيبة التي أخجل أن أعرج عليها. كان من المفترض أن تكون المؤسسات الرسمية في العراق الجديد الذي سرع منا بعد أن منينا أنفسنا بالفرح والمسرة والعيش الرغيد، إلا أنه للأسف الشديد كان هناك المزايدين على هموم أبنائه في شتى القطاعات ومنها القطاع الرياضي. شيء معيب أن 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 يغادر الحياة رزاق دخيل مثل ما قلت لك. نعم. ويكون مصير جبار رشيد ويكون الآخرين ويكون علي القيار هذا العملاق الذي عرضت عليه كل مغريات الدنيا حينها في ستينات القرن الماضي ورفض أن يغادر العراق والاحتراف في الخارج، وعلى القيار عمل سائقا وعمل 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 وهو يعاني من أمراض كثيرة والدولة في غفلة منه. شيء معيب ومقرف ومؤلم للقلب عندما أتحدث به.
اي علي القيار فاتت منه لو مقدم وصاير عضو بالبرلمان، كان طلع له جواز دبلوماسي وطلع له تقاعد مدى الحياه له ولعائلته والقرايبه والاولاد عمه سابع ظهر للاسف. استاذ عبد الرحمن صدقني كل هاي الامور، كل هاي الامور هم في ايام الانتخابات كل المسؤولين في البرلمان، لا اسسني احدا ابدا، لا اسسني احدا، كان يبحث عن الرياضيين والابطال لاجل التقاط صوره معهم او الحضور معهم في الاماكن العامه حتى يستفيد بظلهم. نعم متاجره. استاذ عبد الرحمن بالمتاجره بهمومهم للاسف الشديد. نعم استاذ عبد الرحمن للاسف الشديد في القطاع الرياضي هناك اخوه يوسف ومن يدلي بدلوه لاجل الاشاره الى هؤلاء باللقبه السمينه او الفيء الذي يمكن ان يستظل به ويقبض ويضع في الجيب. نعم. دون ان يعرفون الاخرين للاسف. طيب انا ممتن لك استاذ عبد الرحمن فليفل عبود، شكرا جزيلا لك، تحدثنا معاه من جمهورية جورجيا. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام، بعد قليل أخذكم إلى بغداد وضيف القادم الصحفي الأستاذ ياسر السالم. أهلا وسهلا من جديد مشاهدي الفضائية الآرامية ومتابعي برنامج أضواء على العراق. هذا اليوم أرحب بمن انضم لمشاهدة هذا البرنامج. اليوم هو الأربعاء 23 من تشرين الثاني 24 بتوقيت العراق الحبيب. مشاهدين الكرام، يسعدني هذا المساء أن استضيف من بغداد الإعلامي والصحفي الأستاذ ياسر السالم لكي نتحدث حول تصويت مجلس النواب العراقي على تمرير خمس ميزانيات بدون محاسبة وبدون معرفة أين ذهبت الأموال، ما الذي جرى. وكان العنوان هو حسابات الفساد، بداية التسوية أم نهايتها، ما هي الطبخة اللي موجودة خلف هذا التصويت. أهلا وسهلا وصباح الخير عليك أستاذ ياسر. صباح السرور وأهلا وسهلا بك وكل متابعيك عزيز. شكرا جزيلا لك. أنا أدري وعيتك الصبح اليوم، بس يعني الجمهور هم له حق عليك. لا أكيد أستاذ ياسر، صوت مجلس النواب على تمرير إقرار الحسابات النهائية للموازنات 2008 9 10 11 و12، ما الذي جرى؟ أرجوك لاحظ أنه العراق يكاد يكون الدولة الوحيدة الذي لا يملك حسابات ختامية للموازنات اللي أقرها منذ سنة 2003 حتى هذه اللحظة، وبغياب الحسابات الختامية أيضا تغيب رؤية الدولة وطابعها الرقابي لمتابعة عمليات الفساد الواسعة اللي جرت خلال السنوات الماضية. وبالتالي كان تغييب الحسابات الختامية أمرا مقصودا ومتفقا عليه ما بين القوى المتنفذة في السلطة لئلا تظهر الخروقات والثغرات المالية في حسابات الدولة، وبالتالي تضيع قضية متابعة الأموال المنهوبة من يعني من خزينة الدولة، وبالتالي تصبح هذه القضية يعني غير منظورة على المدى البعيد. حينما بدأ البرلمان بمراجعة الحسابات الختامية وتحت ضغط الحراك الاحتجاجي الشعبي
أقر سلسلة من الحسابات الختامية للسنوات الماضية بدءا من سنة 2005 وصولا إلى سنة 2011، ولكن طريقة مناقشة هذه الحسابات لم تجري بالصورة المطلوبة، الصورة التي يجري فيها تدقيق هذه الحسابات وكشف مواطن الخلل فيها وبالتالي البحث عن الأموال المنهوبة، رغم أن الحسابات أشرت وجود صرفيات لم تكن لها أبواب أو مخصصات، وبالتالي وأيضا صرف أموال بدون سندات قانونية. هذا يؤكد أن الفساد واسع ويتجاوز حدود المعقول في أي نظام دولة، ولكن مررت وأقرت في مجلس النواب دون ذكر الجهات المسؤولة والتي يجب أن تحاسب على ضياع هذه الأموال، وبالتالي هذا يعتبر شرعنة لحسابات الفاسدين في البنوك العالمية. طيب أستاذ ياسر، خليني أسألك بها جانبين. من هو المفروض أن يدقق؟ هل هو القضاء العراقي؟ هل هي لجنة النزاهة؟ هل هم البرلمانيين اللي موجودين؟ أكيد مو جهة واحدة، يعني الجهات الرقابية عموما هي المسؤولة بدءا من مجلس النواب اللي هو السلطة الرقابية العليا في العراق حسب الدستور العراقي، الذي يجب أن يتحرك لمتابعة ضياع هذه الأموال، وهي أموال ليست بالقليلة بل تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات. وأيضا هناك لجنة النزاهة وديوان الرقابة المالية الذين لابد من أن يتوجهوا إلى القضاء، والذي يفترض أن يكون به قضاء مستقلا وعادلا قادرا على تنفيذ الأحكام التي نص عليها القانون والدستور العراقي باتجاه محاسبة الفاسدين أو من قصروا في ضياع هذه الأموال. يعني خلصت؟ يعني ما تخلص الصفحة انطوت يعني تتصور لو أكو بيها متابعات بعد؟ لا، يعني من ناحية الحراك الشعبي ما أتصور تخلص، يعني على الإطلاق هي القضية ما زالت يؤكد عليها باتجاه محاسبة من ضيعوا وسرقوا أموال البلاد. ولكن بطبيعة الحال نحن نعرف أن جميع القوى السياسية المتمثلة في السلطة اليوم هي مشتركة بشكل أو بآخر في صفقات الفساد، وأيديها ملوثة بالأموال المنهوبة، وبالتالي لا يعول من ناحيتي لا أعول على أي قوى موجودة اليوم داخل مجلس النواب يمكن أن تفتح هذا الملف أمام الناس وبالتالي تظهر الحقائق كاملة وتتابع وتراقب من أجل استرداد الأموال أو محاسبة الفاسدين. التعويل، كل التعويل هو على الناس والضغط الشعبي الذي يمكن أن يجبر، مثل ما أجبر السلطات سابقا على تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاح التي تراجعوا عنها لاحقا، الضغط الشعبي قادر على أن يفرض إرادته على هذه السلطات باتجاه الكشف عن الأموال المسروقة. طيب أستاذ ياسر، ألا تتفق معي بأن ما جرى كان أمر معيب، ونحن نتحدث عن مليارات الدولارات، يعني ما نتحدث عن شيء بسيط. اليوم العراق يستدين وفق شروط مهينة من البنك الدولي، يستدين 3 مليارات 4 مليارات، فيما احنا نتحدث وإحدى الصحف البريطانية قالت هناك 120 مليار دولار ليس لها أثر بالعراق، وين راحت؟ ألا تتفق معي بأن هذا الأمر معيب من قبل هؤلاء النواب، فيما الدماء تسيل لتحرير العراق، للخلاص من داعش وغيرها؟ وين تحط هاي ويا ذيك يعني؟ أم إحنا دا نحكي مثاليات؟ لا،
لا على الإطلاق مو قضية مثاليات، وهي مو قضية من العيب على القوى السياسية، بل من العار على هؤلاء النواب أن يكونوا أن يدعوا أنهم ممثلين للشعب، وبالتالي تمرر هذه الحسابات بالطريقة التي مررت عليها دون مناقشة دون مساءلة لأوجه الصرف، وبالتالي إقرار شرعيتها بمعنى شرعنة الأموال المسروقة التي هي في حسابات المسؤولين، وبالتالي هذا يدلل على أن الجميع مشترك في جريمة، في أكبر جريمة سرقة في التاريخ الحديث، وهي سرقة ميزانيات دولة بهذه الضخامة تتجاوز 100 مليون دولار، كانت تتجاوز 100 مليون دولار سنويا، وبالتالي يعني تجويع هذا الشعب وتفقيره، وأيضا تعطيله عن اللحاق في ركب التنمية العالمية. هذا هو العار الذي سوف يبقى يلاحق هؤلاء المسؤولين، وجميعهم سيحاسبون، لا يعني سواء عاجلا أم آجلا، وبالتالي لا أعتقد كما قلت بأنهم سيكونوا قادرين على الكشف عن مصير هذه الأموال، بل الكلمة ستكون للحراك الجماهيري هو وحده من سيقرر متى سوف تكشف عن هذه الأموال ومحاسبة من سرقوها. طيب خليني أسألك أستاذ ياسر، لطالما تحجج رؤساء الأحزاب الكبرى والكتل الكبرى بأنهم لا يملون مواقفهم على النواب، وأن النائب هو حر باختيار موقفه واختيار رأيه، وين شفت هذا الشيء بهذا التصويت؟ طبعا يعني هذه القضية ما يحتاج لها كثير من الذكاء لتفهم أنه رؤساء الكتل مسيطرين ومهيمنين على نوابهم، وهو هؤلاء النواب يأتمرون بأمر قادة الكتل ريموت. ولكن هناك بعض الإرادات الحرة داخل مجلس النواب، نعم هذا لا ينكر، ولكن هي إرادات تبقى بسيطة وغير مؤثرة. ماذا يعني وجود 4 أو 5 نواب أو حتى 10 نواب يمتلكون إرادة حرة أمام 328 نائب آخرين هم جزء من منظومة الفساد، وجزء من منظومة النهب، وجزء من منظومة الجريمة، وجزء من المنظومة الملطخة أيديها بدماء العراقيين. أعتقد أن ما يغير هذه الموازنة غير العادلة، الموازنة التي تصب في صالح القوى التي أفسدت الوضع العراقي منذ 2003 وقادته إلى قاع المستنقع الذي نعيش فيه اليوم، هو أن هو التغيير من خلال صناديق الاقتراع عبر انتخاب قوى جديدة، قوى لم تتورط في الأزمة السياسية ولم تفتعل الأزمات، وبالتالي من مصلحتها أن يشهد العراق استقرارا سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا. طيب أستاذ ياسر، هل ترى في الأفق فعلا هذه القوى، هل ترى في الأفق فعلا ارتفاع الوعي الجماهيري؟ هل ترى في الأفق فعلا أن تقوم أو أن يكون لساحة التحرير وسوح الحرية رأي فاصل بالمشهد، أم إننا سنعود الكرة من جدة وجديد؟ يعني أكيد التقدم بالوعي والفهم والمشاركة السياسية هو تقدم موجود يعني، ولكن أنا أيضا من ناحية أخرى أنبه إلى أن الطفرات القفزات العالية في التقدم ليست موجودة في طبيعة المجتمع العراقي، وبالتالي يعني هذا الشيء بحاجة إلى صبر، بحاجة إلى عمل ومثابرة من أجل إحداث التغيير المنتظر والمرجو. في كل انتخابات، في كل حركة احتجاجية تنطلق في العراق، في كل فعاليات و
يعني نشاط سياسي مدني، نشهد هنالك توسعا لجمهور مدني واسع واعي لكل ما يجري في الملف السياسي العراقي، وبالتالي هذا التوسع الملحوظ من جانبنا يؤكد أن هنالك تقدم في وعي المجتمع العراقي، ولكن يبقى هو هذا التقدم محكوم باشتراطات عديدة، من بينها أولا تحسن الوضع الاقتصادي وإرساء الاستقرار الأمني والتقدم الثقافي كذلك. فبالتالي الطريق طويل وليس سهلا، ولا يمكن القفز على جملة من التحديات والصعوبات التي تواجهها القوى صاحبة مشروع التغيير الحقيقي، وهي من القوى المدنية الرافضة لنهج المحاصصة الطائفية والأثنية، الرافضة لكل القوى التي ساهمت في مشروع إضعاف العراق وبالتالي تدميره. طيب أستاذ ياسر، لما تتحدث عن القوى تبقى الكلمة عائمة والكلمة كبيرة. هناك كان حليف في العراق، حليف كبير جدا، اللي هي القوى الكردية، وأنا أتحدث عن قوى ما كان يصطلح عليه بحركة التحرر الكردية. أين تقف هذه القوى من المشهد العراقي القائم؟ هل لهم قول؟ أم هم أيضا من جماعة إحنا وياكم؟ أم هم أيضا من جماعة الأيادي المخصبة بالفساد؟ أين ما هو المشهد؟ وين هم بالمشهد السياسي العراقي لو سمحت؟ لاحظ أنه طبيعة العمل السياسي تتطلب النظر إلى المصلحة الشخصية لهذه القوى. ما إذا لم تكن لديها مبدئية عالية للنظر إلى مصالح الناس وهمومهم بعيدا عن أي اتجاهات ضيقة. للأسف قوى إقليم كردستان، القوى الكردستانية، كان بإمكانها أن تكون مساندة كبير لمشروع التغيير، ولكن حتى هذه اللحظة يبدو أن القادة الأكراد منشغلون بتحقيق المكاسب و يعني بتحقيق الصفقات الآنية التي تعزز من حضورهم ونفوذهم في الدولة الاتحادية، بدلا من البحث عن مشتركات مع القوى صاحبة مشروع التغيير الحقيقي في العراق، القوى التي ستؤمن لإقليم كردستان يعني استقرارا جيدا ووضعا إيجابيا داخل الدولة العراقية، وما انشغلوا في خوض الصراعات السياسية، ظلوا متمسكين بالمحاصصة الطائفية، وهذا الانحراف عن مشروع التحرر الوطني للأسف هو من أدى إلى إضعاف دور هذه القوى في أن تكون فين يكون لها دورا فاعلا في مشروع التغيير. طيب أنا أريد أنتهز فرصة وجودك. أولا أحب أن أسأل كيف تجري عمليات تحرير نينوى؟ لحد الآن سير العمليات حسب متابعتي والاتصالات التي نجريها مع بعض الأصدقاء الإعلاميين المتواجدين في أرض المعركة أو حتى مع القيادات الأمنية المتواجدة هناك والمعنية بمتابعة الموضوع، سير العمليات يجري بشكل يبدو أنه مخطط له، وحتى عملية إبطاء هذه العمليات وإبطاء التقدم نحو مركز مدينة الموصل يبدو أنه إجراء مخطط له، يستهدف الحفاظ على حماية أرواح المدنيين والبنى التحتية وحتى أرواح المقاتلين من قواتنا الأمنية والحشد الشعبي وحشد العشائر. بالتالي حتى الآن طوقت مدينة الموصل من كل اتجاه بدءا من الجنوب والشرق والغرب وحتى من الشمال، حيث تكون هنالك سواسق قوات البيشمركة، ولم يبقى أمامنا سوى
دخول المدينة في الفترة المقبلة، ولكن عملية دخولها ليست بسهلة. هنالك 1.5 مليون إنسان مدني داخل هذه المدينة، بالتأكيد هم ليسوا كلهم دواعش، وإنما هم يعني أناس تورطوا بوجود هذا التنظيم الإرهابي في أحيائهم السكنية، وبالتالي أجبروا وأخضعوا لشروط وقساوة هذا التنظيم. ومن واجب الدولة العراقية النظر باهتمام إلى أهمية أرواح هؤلاء، وبالتالي الحفاظ عليهم، على أرواحهم، على ممتلكاتهم، وعدم معاملتهم على اعتبار أنهم جميعهم مشتركون فيما في جريمة انهيار المدينة وبالتالي بقاها محتلة من قبل التنظيم طيلة هذه الفترة. عمليات كثير بشكل جيد، نعم هنالك بالتأكيد في أي معركة يوجد جانب من الخسارة، ولكن أعتقد قيمة النصر كبيرة في هذه المعركة. طيب أستاذ ياسر، بطبيعة القوى التي تتحكم بالعملية السياسية العراقية الآن، العربية والكردية بكل مسمياتها، تحرير الموصل أو تحرير نينوى هل سيكون فرصة لتعزيز وحدة العراق، أم سيكون فرصة لتفتيت هذا الوطن والبدء بصراعات محلية جانبية ثانوية قادمة؟ تفضل. هذا يعتمد على طبيعة المشاريع السياسية المطروحة في مرحلة ما بعد 11. حتى الآن من وجهة نظري لا أجد أن مشروع الاستقرار موجود على أجندات مرحلة ما بعد تحرير الموصل، وإنما هنالك مشاريع للتقاطع ومشاريع للاستئثار ومشاريع لفرض الهيمنة وفرض الإرادات السياسية، وهذه لا تستقيم على الإطلاق مع ما يطرح في أروقة وممرات السياسيين، وإنما ما يطرح من مشروع تسوية سميت بالتاريخية حقيقة وطرحت من قبل التحالف الوطني، حتى الآن هذه لن تلقى قبولا واسعا بين القوى السياسية. وأيضا التحالف الوطني لا يبدو أنه مؤهل لأن يقود تجربة سياسية من هذا النوع، لأن يقود عملية مفاوضات ومصالحة حقيقية، على اعتبار أنه متورط بالأزمة تماما حاله حال بقية القوى السياسية. وأيضا لديه بعض الإجراءات الاستفزازية، على سبيل المثال تشريع قانون الحشد الشعبي دون الأخذ برأي الفرقاء السياسيين المعارضين لهذا القانون والاستحكام إلى أغلبيته داخل مجلس النواب. هذا في جانب استفزازي سوف يبعد أي طرف يمكن أن يتفاوض معه التحالف الوطني عن طاولة الحوار. إذن هذه سياسة ليست جامعة، إنما هي سياسة مفرقة وسياسة تفرض على الآخرين التعامل بالمثل، وهذا كليته سوف لن يكون لمصلحة العراق في الفترة المقبلة، إنما سوف يكون لمصلحة من يريدون تقسيم العراق، لمصلحة من يريدون أن تبقى الأوضاع مضطربة ولا تصل إلى الاستقرار، وأن يعني تستمر على ما هي عليه من فوضى ودمار. وبالتالي هذه القوى لها مصلحة في ذلك، لأنها تعتاش على الأزمات وافتعالها وتدويرها. أخيرا أستاذ ياسر، هناك مطالبات كبيرة بتغيير قانون الانتخابات، وهناك مطالبات أكثر بتعيين هيئة مستقلة خارج دائرة تأثير الأحزاب الحاكمة، خاصة والحديث يجري الآن إلى تعديل قانون الانتخاب، مو استجابة لمطالب المتظاهرين، إنما استجابة للمصالح الأنانية لهذه القوى باتجاه
قطع الطريق أمام أي قوة صغيرة من الممكن أن يكون لها دور بالبرلمان. أين نحن الآن وما الذي ستقوم به التحرير وسوح الحرية تجاه هذه المواقف؟ بالتأكيد يعني القوى المتمثلة لا ترغب وليست ويبدو أنها عازمة على منع القوى الأخرى من التواجد داخل مجلس النواب وبالتالي التأثير على عملية صنع القرار في العراق، وهي لديها جملة من الإجراءات التي يبدو أنها بدأت تتحرك باتجاهها من أجل تعديل قوانين الانتخابات والتضييق على توسيع المشاركة السياسية داخل قبة السلطة التشريعية، ولكن حتى الآن يعني الحديث حول هذه الأمور ما زال منحصرا بمجرد تصريحات إعلامية ولم نلتمس أي إجراء بهذا الخصوص. نحن من جانبنا كقوى يعني معارضة لنهج المحافظة الطائفية كقوى مؤمنة بالتغيير الحقيقي والإصلاح الحقيقي، نجد بأن تعديل قوانين الانتخابات بما يضمن العدالة السياسية أمر مطلوب ويجب أن يكون، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات أمر أصبح مطلب جماهيري ملح، وإبعاد هذه المفوضية عن آليات المحافظة في اختيار مجلس المفوضين صار واقعا لا بد منه، وإلا فإن الناس سوف تفقد الثقة تماما بالعملية الديمقراطية، وهذا هو أخطر ما قد يواجه العراق في الفترة المقبلة. قلت بأن التصريحات ما زالت مجرد تصريحات إعلامية ولا ترتقي إلى قرارات متخذة داخل السلطة التشريعية أو التنفيذية. نحن ننتظر ونتحاور مع الأطراف الأخرى لأجل تعديل ما يجب تعديله من أجل الاستعداد للانتخابات المقبلة. طيب، الإعلامي والصحفي الأستاذ ياسر السالم، أنا ممتن لك، يعني أنا أعرف الظرف مالتك اليوم، أتمنى لك كل الموفقية لك في مسيرتك الوطنية. شكرا جزيلا. ولزملائك وزميلاتك في التحرير وسوح الحرية الرائعة في العراق. شكرا جزيلا لك أستاذ. شكرا جزيلا لحضرتك، فرصة طيبة. أهلا وسهلا، مع السلامة. مع السلامة. مشاهدينا الكرام، قبل نهاية البرنامج سيكون لي لقاء معكم يوم الأحد القادم، ومعي أربعة ضيوف كرام. سأتشرف باستضافة الأستاذ حميد الكفائي من المملكة المتحدة للحديث حول مخاطر الانقضاض على الحرية النسبية في العراق. أيضا من بغداد سأتحدث مع الناشطة فاتن عبد الإله لكي نتحدث عن أطفال الطرق أو أطفال التقاطعات كما يسمون. وأيضا من بغداد سألتقي مع الكاتب والأستاذ سعدون هليل، أحد أصحاب المكتبات في رئة بغداد الثقافية في شارع المتنبي لكي نطل على هذا الشارع الجميل. وأخيرا سأتشرف باستضافة الدكتور خضر سليم البصون من العراقيين اليهود المقيمين في إسرائيل لكي نتحدث حول فاجعة الإعدامات التي اقترفها حزب البعث الإجرامي عام 1969 بحق اليهود والعديد من العراقيين تحت مسمى شبكات التجسس. هذا يكون يوم الأحد الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت ديترويت وتورنتو ونيويورك. قبل أن أنتهي منكم مشاهدين الكرام، أنا أود أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل الأخوات والأخوة
الذين دعموا الآرامية خلال الفترة الماضية، خلال السنين الماضية، أو خلال الحملة الأخيرة اللي أقامتها الفضائية الآرامية. شكرا لكل من ساهم ودعم، ودعوة أخوية وصداقية، ونحن في موسم العطاء لكل الأخوة الذين لم يقوموا بذلك أن يبادروا. دعم الآرامية، مساندتها، هو دعم لنشر برامجها، لاستمرار على الأقل برنامج أضواء على العراق، لاستمرار هذه الخدمة الكبيرة التي تقوم بها. دعوة أخوية وصداقية للكل، عندما ندعم الآرامية نحن ندعم على الأقل مؤسسة طيبة، بأمل أن تتطور وأن تتعزز وأن يزداد دورها وسط الجالية العراقية والجاليات العربية اللي موجودة هنا واللي موجودة حول العالم. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، عيد شكر طيب على كل الأمريكان والجاليات المقيمة في الولايات المتحدة. أنا ألقاكم يوم الأحد، تصبحون على خير، يصبح العراق ويصبح أهل العراق على ألف خير. مع السلامة.